طبعا الحمد لله إلى الآن لم يصب أي أحد بأي إصابة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، نبشركم بذلك ونبشر إخواننا في الداخل اليمني بذلك. هذا دكتور. الأمر الثاني تفضل. هناك بعض الأضرار لحقت بعض المحلات التجارية لليمنيين، نسأل الله سبحانه وتعالى العون، ونحن مستمرين في حصرها. يعني نحن ننقل الناس والطلاب والطالبات واليمنيين بشكل عام يعني بكل فئاتهم من الخرطوم الآن إلى بور سودان مباشرة، نقلنا جزء كبير وأعداد لا بأس بها إلى مدني كمحطة، لأنه نريد أننا نخرج أكثر قدر ممكن من الخرطوم، لأنه اليوم الواحد الذي يمر والناس لا زالوا في الخرطوم فعلا معاناة، لأنه لا كهرباء لا ماء لا خدمات لا مواد غذائية. نحن نستشعر ذلك ونسعى، ولازلنا في الخرطوم نعاني مثل ما يعانوا، فنسأل الله سبحانه طيب. وتعالى السلامة والتوفيق طيب. نحن بإذن الله سبحانه طيب وتعالى دكتور في نقطة مهمة أيضا بالنسبة ستنتقل معظم بإذن الله سبحانه وتعالى الطلاب وبقية الأسر.